حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا ويانا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي حنقرأها إن شاء الله في هاي الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أكد مواطنون عراقيون وجود مخالفات قانونية تضمنتها الحملات الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، وأكد المواطنون أن اللوحات واللافتات الكبيرة للمرشحين أثرت على الحياة العامة وشوهت منظر الشوارع، وكان فيها تجاوزات واضحة على الممتلكات العامة في وقت وعدت فيه مفوضية الانتخابات بالعمل على محاسبة المخالفين، لكن لم تحرك ساكن بالرغم من مئات الشكاوى اللي تلقتها من المواطنين وفقا لناشطين. وطبعا بحسب ناشطين أيضا فإنه لا يوجد التزام من قبل المرشحين بشروط الدعاية الانتخابية، وهناك تجاوزات كبيرة تم رصدها خلال هاي الحملات الانتخابية أو الدعائية. ومن هاي التجاوزات اللي صار في محافظة البصرة، حيث حذر مواطنون من سقوط الأعمدة الكهربائية وقطع أسلاك الكهرباء اللي تغذي أعمدة الإنارة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وهذا بسبب وضع دعاية انتخابية أو الملصقات الدعائية ولكن على شكل بالون على الأسلاك الرابطة بين عمودين للإنارة. تسبب هذا الموضوع باهتزاز الأعمدة اللي تعاني أصلا من التهالك. خلونا نشوف. يعني هاي لو شاتها مواطن وهيك تسوي بالتيولة، بعد شلون يتحرك التيولة بس بعض شلون يتحرك الكيل بعدين شلون يتحرك، ما اجوا قطعوا الكيبل مال المواطن وانت تخرب هيك وانت تصدر هيك وانت كذا، احنا وايرات مال امبيرية قطعونا، يعني هذا حلال عليه بعد شلون يتهزهز الكيبل، بعد الكيبل شلون يتهزهز، يعني هذا حلال عليه بس المواطن حرام عليه بعد شلون يتهزهز. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر. انتهت عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للدولة في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق وسط إجراءات أمنية مشددة، وافتتحت مراكز الاقتراع الخاص أبوابها أمام الناخبين في أنحاء العراق بشكل عام ما عدا كردستان أو المحافظات الشمالية في تمام الساعة 7 صباحا اليوم، وحتى الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد انتهى التصويت. وبالرغم من مشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، رصد ناشطون خروقات انتخابية. أشار أحدهم إلى أن هناك حملات بالقرب من مراكز الانتخابات أو المراكز الانتخابية لكسب التأييد للمرشحين، بالإضافة إلى إغراء المصوتين عن طريق تقديم وجبات طعام للمصوتين المشاركين بعملية التصويت من المنتسبين في الأجهزة الأمنية. خلونا نشوف. هذا أحد المراكز الانتخابية بالقرب من مستشفى الحسيني، عملية انتخابات وكل شيء، ولكن اللي شاهدناه أنه هناك تثقيف لبعض المرشحين قريبة على المراكز الانتخابية، وشاهدنا تقريبا أكثر من حالة يوزعون كارتات لأحد المرشحين وأيضا عجلات أخرى تنتظر المنتسبين وتقوم بتوزيع الطعام عليهم. أحد الناشطين. نجي للمقطع اللي شفتوه قبل لحظات اللي راح نتكلم عن أحداثه وتفاصيله. ويا الأعداد القليلة المشاركة بهذه الانتخابات، كانت هناك تجاوزات رصدها ناشطون وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها المقطع اللي انعرض قبل لحظات واللي حنعرضه مرة ثانية لوكيل أو أفراد تابعين لوكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية. هؤلاء الأفراد اللي تابعين لهذا المسؤول يقومون بعملية توزيع كارتات الرصيد على المنتسبين اللي يشاركون بعملية التصويت أمام مراكز الاقتراع بمحافظة صلاح الدين من أجل استمالتهم والحصول على أصواتهم لصالح والد المرشح محمد حسن العطية. خلونا نشوف. هاي يا جماعة جاسم العطية جاي يشتري أصوات. إي علش تشتري أصوات هي؟ لا تشتري أصوات، لا تشتري أصوات، العيب عليك، العيب عليك يلا.
لا تشتري اصوات الشرطه يلا لا تشتري اصوات الشرطه يلا لا تشتري اصوات هاي والله فلا خلي واحد يشتري اصوات هي خلاص فلا خلي واحد يشتري اصوات هي خلاص ابد زين فلا خلي الله حرق المرشح مالك الله قدم طعن على المفوضيه وخلص في ايدك زين هذا يشترون اصوات هي انا جماعه جاسم العطيه جماعه وكيل استح انت ولا حرف. خلونا نشوف التعليقات اللي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من رائد الفتلاوي يقول ويقول لك تعال نبني وطن مثل هؤلاء اللصوص والحرامية. علي الجبوري يقول لأنهم فاشلين وسراق. حنان تقول تشاخوش مو قلنا انتخابات لصوص أكو أحد يروح ينتخب لصوص مصار 20 سنة فرهود. وعندنا تعليق من سجاد يقول من تباوع بالتلفزيون كاتبين عاجل شكبرة وشقدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تسجل أي خرق أو حالات أخرى الاقتراع يسري بانسيابية عالية وبالواقع الوضعية خارطة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل مع حضراتكم المواضيع اللي عدنا في هذه الحلقة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل ما لها مثيل أبد كل العرب. نازل 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 خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل من الشغل للمدرسة وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. ما هو مفهوم أو شكل الإصلاح الذي تبشر به قوى العملية السياسية في العراق منذ نحو 20 عاما؟ وهل سيسمح للقوى التي سيدفع بها إلى مجالس المحافظات الجديدة بإطلاق أي عملية لتصحيح مسار العملية السياسية وطرد الفاسدين كما تقول القوى السياسية؟ وهل القوى التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات هي قوى جديدة ستلتحق بركب الفساد الحكومي وغير معنية بأي إصلاح حقيقي كما يقول الناشطون العراقيون؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث ويا حضراتكم ونعرض المقاطع اللي عدنا في هذه الحلقة. طبعا قبل الفاصل عرضنا المقاطع اللي تتعلق بالدعايات الانتخابية للمرشحين ومحاولة استمالة الناخب خاصة بالتصويت الخاص اللي صار من قبل أو المخصص للقوات الأمنية والميليشيات اللي تابعة للحكومة. طبعا نسمع الآن اتصال ويانا السيد أبو زينب من النجف أول المتصلين. تفضل أبو زينب حياك الله. الله يحييك الله يسعدك. حياك الله أهلا وسهلا تفضل يا أبو زينب. بالنسبة لهذا الموضوع يعني هو أساسا كله باطل. يعني أهم نقطة دي أن المرشحين وخاصة ذول اللي اعتدنا عليهم من 2003 إلى الآن نعم كلهم مزدوجو الجنسية وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور. يقول لك المرشح يجب أن لا يكون مزدوج الجنسية
أكو فقرة أخرى تقول إذا كان المرشح عراقيا ويمتلك الجنسية العراقية وأبوه عراقيا ويمتلك الجنسية العراقية وأمه أجنبية وحاطيها بين قوسين من أي دولة عربية أو غير عربية لا يحق له الترشيح، زين كيف إذا هو يحمل جنسية أو جنسيتين أخرى؟ يعني طيب. بعضهم جنسيتين بعضهم ثلاث جناس. هسه بعيدا عن هاي الجزئية سيد أبو زينب، أنا بس هاي مهمة جدا. نعم مهمة، لكن ما نقدر نتكلم بها بنطاق واسع، لأن احنا ما نعرف بالضبط منو منهم اللي عنده ومنو اللي ما عنده، غير بس بعض الأشخاص من الصف الأول أو الثاني بالزايد من المرشحين المسؤولين. هاي سالفة المفروض الدولة ومفوضية الانتخابات هي اللي تسوي كشف لحالة المرشحين الاجتماعية المدنية أو موضوع الجنسية وغيره. بس أنا أريد أسأل، هاي الانتخابات وهاي الدعاية الانتخابية اللي دا تصير لها نتيجتها شنو بالنسبة للمواطن العراقي؟ شنو اللي راح يتغير؟ يعني أكو ناس تقول لا خلونا نجرب شيء جديد، أكو أحزاب جديدة، تتوقع أنه أكو اللي راح يعمل بشكل مستقل بعيد عن ضغوطات الميليشيات والمال السياسي والتفاهمات الحزبية الموجودة بين الأحزاب يقدر يعمل بشكل مستقل وبحرية مطلقة حتى يبني ويسوي إصلاح حقيقي؟ أولا هي هاي ما الحرية ويبني، هاي يعني فد شماعة كاذبة كبيرة، لأنه اللي مسيطرين على الشغلة هم نفس الأحزاب. نعم. كل سايدورون في منطقة. أي عمل إصلاحي، أي عمل تقدمي، أي عمل يخليك في مصاف الدول المتقدمة وتعيش في بحبوحة من العيش، هاي مرفوضة عند الأحزاب وقادة الكتل والأحزاب الموجودة من 2003 إلى الآن. هم جايين يردون يذلون الشعب العراقي بأي وسيلة، فما يخلوا يطرح، وحتى لو طرح أي مشروع هاي تلقاهم يعني بشعاراتهم وكذا، أمن وإعمار وازدهار وتقدم وعرف شنو، هاي كلها شعارات كاذبة. هو من يصير في سدة الحكم بعد ينسى أمه وأبوه، أول ما يلغي تليفونه أو تليفوناته كلها اللي غير أرقامهم. طيب أنا أريد أسألك سؤال أبو زينب، أريد أسألك سؤال وربما إجابة حضرتك راح تصحح مفاهيم عند الناس اللي يمكن عندها نية المشاركة بالانتخابات. احنا نقول بأنه 20 سنة أسست هاي الأحزاب الأدوات اللي تساعدها على البقاء والاستمرار، وطبعا أكو دعم دولي أيضا تحظى به، يعني ميليشيات ومال سياسي والقانون بجيب الأحزاب. السؤال، إذا أكو ناس تعتقد بأنه هناك ربما شخص أو جهة تستحق أنه ننتخبها، احنا نسأل هل أكو شخص يريد يسوي إصلاح حقيقي يستطيع أو تسمح للأحزاب بإجراء أو بتنفيذ هذا المشروع، مشروع الإصلاح الحقيقي اللي هو حيكون بمقدمته القضاء عليهم؟ يعني من هذه الأحزاب اللي راح توافق على وجود شخص نزيه وطني شريف ينفذ مشروع إصلاحي في مقدمة هذا المشروع هو القضاء على الفاسدين والفساد اللي هي هاي الأحزاب؟ هل أكو إمكانية السماح بوجود هكذا شخص؟ طبعا هو بإمكانية إيجاد هكذا شخص أو السماح لمثل هكذا شخص أو حزب ما يخلوه. وأنا قلتها بأكثر من مرة، وأنا رجل مستقل، الحزب الوحيد النظيف والشريف والذي يريد أن يقدم العراق لو مستلمه من 2003 إلى الآن كان العراق من زاخو إلى الآن كان صار طوكيو مو دبي. هو الحزب الشيوعي العراقي الوحيد الذي لم يسرق ولم يقتل، والحزب التقدم الصحيح والحزب الإنساني الصحيح، والحزب اللي شهاداته مو مزورة مو مثل ذولا، بيع رق سياسي ابتدائي يصير عضو مجلس نواب، ساعة يرجع لك محافظ وساعة يصير مدري منه، تلقى وكيل وزير رابع ابتدائي عتال أو يدفع عربانة. يعني إذن أنا أشكرك طبعا أبو زينب من النجف. إذن هي فكرة أو نقطة يجب أن يفهمها من يريد أن يشارك في هذه الانتخابات، أحزاب السلطة صاحبة الميليشيات والمال السياسي واللي زرعت الفساد في كل مفاصل الدولة واللي تتحكم بالقضاء والمؤسسات الأمنية
لن تسمح لإنشاء مشروع أو تطبيق نموذج الإصلاح الحقيقي في العراق، لن تسمح. حتقولون أكو وجوه جديدة، حتقولون أكو أحزاب نظيفة، أنتوا وقناعاتكم، لكن بالنهاية المشاركة في هذه الانتخابات هو إعطاء دفعة معنوية لهذه الأحزاب أمام المجتمع الدولي والمحلي، وإعطائهم شرعية هم يتمنوها من السماء أنه الناس تشارك في هذه الانتخابات حتى يقولون أكو مشاركة وإلنا مقبولية. حتى لو كانت هذه الأصوات كلها ستذهب إلى شخص الشعب يختاره، في ظل وجود هذه الميليشيات والأحزاب اللي شهدت خلال 20 سنة تزوير ما بعد تزوير في كل الانتخابات اللي مضت، لا تتوقعون للحظة أنه هذه الأحزاب ستسمح بوجود شخص يضغط عليهم أو يكون مصدر تهديد لوجودهم، شخص يريد يطبق مشروع وطني، يريد يطبق مشروع حقيقي. طالما أكو سلاح ميليشيات أقوى من الدولة، وطالما أكو كان المال السياسي والقضاء طبعا المسيس. أبو علي من الديوانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب الكريم، احنا اهل الديوانية لا انتخبتوا المرة هاي الفاسدين، لا تلومون نفسكم ولا تعتبون على الله. نعم. على الله لا تعتبون بعد، لان انتم المصير بيديكم. الناشد احنا المرجعية والناشد الحكومة. صار الدولة بالديوانية صار 7 أيام هاي جاهزة، كل بيت 4 ملايين 5 ملايين كهرباء، لأن يعني عدنا بالديوانية طماطات ما عدنا ببيوتهم. أخذوا من الربح كهرباء، أخذوا من الأحزاب كهرباء، يعني 4 ملايين للديوانية مننا كلها قاعدة بالتجاوز، كلها قاعدة بالإيجار. خافوا الله يا المرجعية، ناشدناك 1000 مرة بس بوقت الحرب تعالوا تقاتلوا، بعد ما نقاتل العراق كله ما نريده بعد. والله العزيز اللي ينتخب لا يلوم الله، يعاتب الله بعدين، يعني يقول الله صلت علي من الله يرحمني، يعني انت ما رحمت نفسك وما رحمت اللي طبقه الفقيره. التيار والايطار ما يمثلنا، ما يمثلنا، احنا يمثلنا الامام المهدي. واحنا بتاعي الدوانية لا تعاتبوا الله بعد، تقولوا الله صلت، الله ما صلت عليكم، انتم صلتوا على ارواحكم. مدراء الديوانيه اللي بالكهرباء واللي بالماء وبالضريبه هم اولاد البعثيه كلهم، وتابعين للصدر وتابعين للجبهه للاحزاب. ليش انا مدون محاضرات الديوانيه؟ انا مو واحد ادافع عن الديوانيه، اطلعوا يا اهل الديوانيه، حطوكم مرشحين، هذول مجندين جدا للاحزاب مالتهم. ما وراء الكتاب احزابهم. نعم. اشكرك ابو علي من الديوانيه، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكره. خلونا نسمع راي السيد ابو يوسف من بغداد. الو، الله يسعد اخوي. حياك الله ابو يوسف، اهلا وسهلا. حياك على هذا البرنامج. الله يسلمك، اهلا وسهلا، حياك. اقول لك احنا من 2003 هاي سنه 2024. احنا بالنسبه لنا ايش حصلنا من عندهم غير البوق والفساد والظلم؟ تمام. أنا كل شيء ما استفادين، هم ناس حرامية وعصابة وكانوا دايحين بالدول، حصر عليهم اللقمة، هسه صاروا مليارديرية. شو تقول للي يريد يشارك في هذه الانتخابات؟ والله أنا بالنسبة لي لا أشارك ولا أنتخب، زين هم فاسدين. نعم. وحرامية، وهم مسلطين على الشعب. الانتخابات يزورون كلها تزوير، هاي الانتخابات مالتهم كلها فاشلة. نعم أبو يوسف، تتوقع هذه الانتخابات او اي انتخابات صارت في زمن حكم هاي الاحزاب انتجت شخص قدم خدمات للشعب العراقي، او ممكن تنتج شخص يقدم شيء؟ لا والله ما قدموا اي شيء. احنا بالنسبه لنا احنا قاعدين منطقه النهروان، نعم، خيسه، لا عندنا مدارس. نعم، لا عندنا مدارس، لا عندنا بنى تحتيه، احنا كاتلنا الضيم وكاتلنا الجوع، حصر علينا 10,000. بالانتخابات اللي فاتت يا أبو يوسف، بالانتخابات اللي فاتت، ما كانت هي نفس الوعود اللي أطلقوها اليوم؟ إيه نفس الوعود، راح نسوي خدمات وراح نشغل العطالة بطالة وراح نطل العالم وهاي كلها كلاوات وكذب. نعم. راح يكون علينا لو يطلنا رعاية 170 170 المزودين. نعم صحيح. أشكرك أبو يوسف من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع المواضيع اللي عندنا
في هذه الحلقة. طبعا ترفع الحكومات المتعاقبة شعار حصر السلاح بيد الدولة من دون خطوات فعلية من أجل تطبيق هذا المشروع، وبقيت الخطط اللي تعلن عنها هذه الحكومات من غير تأثير لتجاهلها سلاح الميليشيات وسلاح العشائر. ويرى محللون أن خطة حصر السلاح بيد الدولة هي قضية معقدة نظرا لكثرة هذه الأسلحة، سواء كانت خفيفة متوسطة أو حتى ثقيلة بيد الجماعات المسلحة إن كانت عشائر أو ميليشيات. وأكدوا أنه أي خطوة من قبل الحكومة هي محاولة خجولة، وهذه الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة هي إجراءات روتينية سبقتها إلها كل الحكومات السابقة وما حققت أي نتائج حقيقية إيجابية تذكر. وأشارت المصادر أيضا أن الميليشيات المسلحة هي أقوى من الجهات الحكومية، والفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت. وللتأكيد على فشل خطة السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة، خلونا نشوف هذا المقطع اللي بيظهر مجهول يستقل دراجة نارية يطلق النار بشكل عشوائي على المحلات التجارية والسيارات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة من دون معرفة الأسباب. خلونا نشوف. ننتقل إلى مقطع ثاني مشاهدينا ضمن نفس الموضوع. مع استمرار الانفلات الأمني في أغلب المناطق أو المناطق العراقية أو اللي تعيشها أغلب المدن العراقية، أحد الشباب رجال ما معلوم حقيقة هويته بالضبط قام بإطلاق الرصاص النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي. هذا المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يؤكد وجود هذه الحوادث بشكل مستمر في مناطق مختلفة من العراق. طبعا مكان الحادث وتوقيته ما معلوم بالضبط لأنه المقطع تم تداوله دون إيضاح تفاصيل أكثر، لكن خلونا نشوف هذا المقطع وهو حالة متكررة وموجودة بشكل عام في العراق تعيشها أغلب المحافظات وتحديدا الوسطى والجنوبية. خلونا نشوف. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام اللي وردت بشأن هذه المقاطع. دكتور عمر الأعظمي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نظام ولا دولة. تعليق من عماد يقول وهاي العالم قدامك شنو ذنبه أو شنو ذنبها. خالد يقول استهتار، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليلى تقول عادي كل شيء بالعراق يصير، وهذا صار لسان حال الناس في زمن حكم هذه الأحزاب اللي تقاتل اليوم حتى تدفع الناس للمشاركة بهذه المسرحية اللي اسمها الانتخابات. هاي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، شنو اللي قدمته من جديد من تغيير إيجابي للناس وللشارع العراقي؟ الناس هي تجاوب، واللي يريد يشارك في هذه الانتخابات خلي يحكم عقله قبل اللي يروح ويرهن حياته وحياة أسرته وحياة بلد كامل 4 سنوات قادمة بيد نفس الأحزاب. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع ثاني عندنا في هذه الحلقة. يحقق العراق نمو مالي كبير لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط الخام والطلب الكبير على الغاز والنفط عالميا، لكن هذا الأمر ما انعكس على الواقع المعيشي للعراقيين بشكل إيجابي. ورغم النمو الكبير اللي حقق العراق، لكن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة بسبب انهيار المنظومة الاقتصادية وضعف معدلات النمو المتوازن بالقطاع الخاص وتنويعه وحمايته. وبذات السياق تحدث أحد الناشطين من محافظة البصرة عن البطالة اللي يعاني منها سكان المحافظة وتحديدا سكان قضاء شط العرب، بالرغم من وجود رقعة استكشافية نفطية ومنها الرقعة التاسعة، لكن أبناء المحافظة وأبناء تلك المناطق بالذات يعانون من انعدام فرص العمل بنفس الوقت اللي يتم توظيف أعداد كبيرة
من العمالة الأجنبية بهذه الحقول. وأشار الناشط إلى أن سكان هذه المحافظة ما جنوا سوى الأمراض السرطانية من هذه الحقول وبسبب الملوثات البيئية. خلونا نشوف. شركة النفط الوطنية العراقية، شركة نفط البصرة، عقل الفيحاء، الرقعة الاستكشافية التاسعة. شوفوا هاي القطعة، قروها أهل البصرة خصوصا أهل شط العرب. عندنا نفط اسمه الرقعة النفطية الاستكشافية التاسعة في قضاء شط العرب. منذ أن ظهرت هاي الرقعة الاستكشافية لليوم أهل شط العرب ما شافوا الخير، لا ولدنا يشتغلون، لا مستفاد القضاء من عدها. يعني نفط طلع عنا بشنو الفايدة؟ شنو؟ شنو الفايدة؟ بس خل نفتيهم يا أهل شط العرب. طبعا وهذا نداء لكل أهل البصرة، أيضا أهل المدينة، أهل المدينة النفط اللي عندهم شنو حصلوا؟ أهل القرنة النفط اللي عندهم شنو حصلوا؟ شنو حصلوا شبابنا؟ شنو حصلوا غير الضيم؟ أشو المحافظات جاية تشتغل بالبصرة، الأجانب جاي يشتغلون بالبصرة، نواب البصرة وينكم؟ وينكم نواب البصرة؟ هذا هاي الرقعة النفطية التاسعة. وأيضا يقال عندنا بالشلامشة عندنا نفط حقول السندباد، هذا الطريق المؤدي للرقعة النفطية الاستكشافية التاسعة. شنو حصلوا شط العرب من هذا النفط؟ بس أرد أعرف أهل الزريج وأهل شط العرب وكل مناطقنا شنو حصلنا من النفط؟ حاتوني، يعني نقمة مو نعمة، سرطان بس السرطان جانا وال وتلوث الجو. ها شنو اللي اجانا غير الامراض وغير البلاء؟ اراضينا راحت بحجه النفط، اراضي ما بقت عندنا يقول لك محرمات نفطيه، وعايشين هاي اهل الزرج باع لهم عايشين بنص الدخان والسرطان. يقولوا لهم جوعانين نريد نشتغل، يطلع لك الف واحد يصير ضدك وضد اهلك. اخواني الاعزاء ارجوكم يا اهل البصره يا اهل شط العرب، خلينا ننتبه وخلينا نشوف هذا احنا شنو اللي محصين؟ هذول شبابنا عمي شنو اللي محصين انتم؟ هذا النفط محصين منه شيء؟ تشتغلون انتم هنا بالرقعه التاسعه؟ اهل المدينه ما تشتغل، اهل القرنه ما يشتغلون، بس السرطان علينا، اهل الزبير كذلك. وزاره النفط، الحكومه المركزيه الاتحاديه في بغداد، انتم شنو بالله؟ شنو سويتوا للبصره بالله؟ نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، ونبقى مع ملف البطالة، حيث انتقد أحد الناشطين من محافظة ذي قار الإهمال الحكومي لشريحة الشباب اللي تعجز الحكومة عن توفير فرص عمل لهم، بالرغم من أن البلد يطفو على بحر من النفط وعنده موازنات انفجارية. وطالب هذا الناشط الجهات الحكومية بإيجاد الحلول الفورية لمشكلة البطالة اللي يعاني منها أغلب الشباب، وتساءل بالوقت نفسه ما شبعت بطون الفاسدين من الأموال اللي سرقوها على مدى عقدين من الزمن؟ خلونا نشوف. هاي شبابنا هاي بدون تعيين، ليش؟ هاي مو من حقها، ما عندنا فلوس، النفط مطشر تاكل بيه البلدان. ليش ما عندنا محافظ ذي قار ترضى أخوك هيك، ترضى ابنك يا محمد شياع السوداني؟ بشرفك بضميرك بغيرتك ترضى ابنك هذا الموقف يصير بيه؟ يريد يحرق نفسه. هاي امهاتهم احسبوها عرافكم خواتكم شرفكم، هاي النايمه بالشارع ويا ولدها تخاف عليه، خاف تجي ميليشيات تقتله. الله اكبر، يا والله حسبي الله ونعم الوكيل بيكم. 19 نائب، كل نائب مخلي له قائمه ومرشحين، والله 19 نائب إذا أكو غيرة بقصصكم وأمانة للعراق توقفون ويا هاي الشباب. أغلبية الشباب طلقت زوجاتها، ما عندها ملابس، حفاظات الجهالة، حليب ماكو. ليش ما عندنا إحنا العراقيين؟ ليش إيران تاكل بفلوسنا؟ أمريكا ولكم ما كافيتوا، ما جزحتوا من البوك، ولكم أعماركم 75 سنة، كل واحد باشر الله والأخوان الله باشر يطولوا وقوفكم أمام الله. نشوف التعليقات اللي إجت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا سريعا. ميثاق يقول شكرا لكل صوت شريف يساند أخوته وأبنائهم الخريجين، وكلا للفاسدين ولمجالس محافظاتهم وانتخاباتهم. تعليق من
ضيف يقول هاي الشباب تكسر الخاطر وما حد مان عليهم، يعني تعبوا على رواحتهم وشهايدهم وخسر فلوس وكل شيء، وبالأخير يلقون ماكو أو يلقون ماكو تعيين. عندنا تعليق من حامد يقول لا تترجون من هاي الأحزاب خير. وتعليق من حسين يقول العراق لا يصلح للعيش بوجود هاي الطبقة السياسية الفاسدة، الوضع يوم بعد يوم يصير أسوأ. ويانا السيدة أم محمد من سامراء، تفضلي أم محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندي كم كلمة أريد أوجهها للشعب العراقي تحديدا. تفضلي. وليس يعني لأصحاب الانتخابات اللي مرشحين. تفضلي. لأن ذولا معروفة نواياهم. نعم. أما عجبي على مجتمعنا على شعبنا كيف يرشح هؤلاء مثل هؤلاء البشر، ماذا يعرفوهم شلون دا يجون يمصون دماءنا، ماذا يعرفوهم شلون دا يستفادون على أكتاف الشعب العراقي. صعدوا وصاروا يعني الشعب العراقي وين فكرة هذا اللي إحنا شعبنا شعب متفتح المفروض ينتبه على حاله، ما يرشح ذولا يعني هذا البشر أدانا، ما بنا ما عمر ما صلح شيء. نعم أم محمد. يعني سامر أم محمد رأيك نعم. رأيك وتعليق منك أريد على الناس اللي تريد تبيع بلد كامل على مود 50,000 دينار عراقي يأخذوها مقابل أنه ينطي صوته إلى واحد من ذولا اللي موجودين بالسلطة، يعني بلد نعم. كامل يرهنوه 50,000؟ العراق لهالدرجة رخيص؟ بالضبط لهالدرجة بلدك رخيص، مدينتك اللي أنت ساكن بيها يعني تبيع صوتك ب50,000 أو ب75 أو حتى بورقة أسمى 10 أوراق؟ نعم. شنو قيمتها تجاه بلدك؟ نعم. هذا بلدك يعني إذا ما يتبلط إذا ما يصلح هاي سامرة يعني مهجومة صراحة يعني بهاي اللفظ هذا زين. وبعدين يطلع نفسه يتظاهر يريد كهرباء ويريد تعيينات ويريد مي. هم وينهم اللي ترشحوا سابقا اللي ترشحوا بالسنوات الماضية صعدوا على كتوفنا وصاروا أعضاء بالبرلمان زين، وش سووا السامرة؟ صحيح. كم شارع بلطوا سووا تفريط مياه أبسط شيء، كلش كم يوم يطوها المقاولة شكت ويحفرون ويرجعون شارع واحد سنتين ما تبلط. وهاي الأفرع وهاي الناس والفقارة والخريجين العاطلين عن العمل وهواية يعني أشياء يعجز عنها الفكر أن ينطقها اللسان. صحيح. يعني صحيح. إلى متى يبقى هذا الشعب نايم وخانق ويرشح هذا وذاك وهاي وذيك وهم كلهم متآمرين ومتفقين؟ والله العظيم أنا أعرف من ذول المرشحين قسم منهم كانوا قبل يشتغلون ويا عضو بالبرلمان يحصلون عقود ويحصلون وظائف للخريجين مقابل مبالغ مالية. صحيح صحيح. أشكرك أم محمد من سامراء، أكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا للمشاركة. خلونا نكمل ويا حضراتكم مشاهدينا وننتقل إلى موضوع آخر، نوصل إلى ملف الخدمات اللي هو لسان حال الناس واللي على أساسها دا تقام هذه الانتخابات لمجالس المحافظات، المفروض أن تكون أكو خدمات. خلونا نشوف حصيلة 20 سنة من مجالس المحافظات والنواب والمسؤولين بهاي الدولة اللي دا يستمرون بالترشيح بشعارات جديدة وبأسماء جديدة لأحزابهم. خلونا نشوف شنو اللي يقدموه، راح نشرح لكم شيء بسيط من معاناة الناس. طبعا قطاع الخدمات هو أحد أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية بالعراق. هذا القطاع شهد انفاق الكثير من الأموال من دون أي تغيير بالبنية التحتية اللي لا تزال تعاني بالرغم من توسع قاعدة المستخدمين. وطبعا تتنوع أشكال المعاناة اللي يواجهها المواطن العراقي بكل فترات المشاريع الخدمية سواء القديمة أو اللي تكون قيد الإنجاز أو حتى بعد أن تنجز بعض المشاريع. وبهاي الأثناء اشتكى عدد من سكان قضاء المسيب بمحافظة بابل من مشكلة تصريف المجاري بشارع التجنيد القديم،
وطالبوا دائرة المجاري بضرورة إيجاد الحلول لحل هاي المشكلة. خلونا نشوف. مدى الشواكون خلفي هسه هذا شارع التجنيد فاير والمي يصعد في البيوت والناس ما تقدر تفوت فيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت جيتني اليوم لهنا كون ارسلتني، شنو المشكله؟ شو تكون المشكله؟ هذا شارع التجنيد حتى المي يوصل لبيوتنا، وهذا رابطين احنا رابطين مالنا، هذا قمر يجي من هنا يطبخ على بيوتنا هذا المي، وواصلهم يوم المي ما قدروا يسووه. احنا نريد نحل حلنا هذا شارع التجنيد، تمطر لها ربع ساعة يغلق الشارع كله ربع ساعة. هو هذا شارع التجنيد مشكلته يعني من الأزل مشكلت، يعني هم بلطوه، مشكلته بلطوه صحيح، مشكلته المجاري، المجاري ما قدر يطلع بها مي، كلها سداد المجاري. احنا ناشد المدير المجاري يجي يسوي لنا حل. هذه مناشدة الأستاذ ياسر مدير مجاري المسيد، انه شارع التجنيد من البارحه اليوم فايض والمي دا يكتر بي، يعني هاي الصبح اللي كنت قلنا ما كان واصل المي لي جاي، المي دا يكتر بي. انت تشوف يعني الجو صحي زين، يعني ما يا ريت يا سيد ياسر انه تدز لنا حوضيات شي حتى يسحبون المي، لان حيل دا ياثر على العالم. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع ثاني من بابل الى البصره. ناشط من محافظة البصرة انتقد عشوائية النافورات أو مشاريع النافورات بالتقاطعات المهمة بشوارع المحافظة، وطالب الجهات المعنية بإعادة تأهيلها وتنظيمها وتوسعة الشوارع المكتظة بالسيارات. خلونا نشوف. هذا المسؤولين بالبلدية المختصين بشعبة تدين مدينة البصرة، شنو هاي؟ والله ما تدري هاي تدين بصور؟ شنو سخاس؟ شنو طين؟ فلسه فوق ما معطله حركه تسير، وماخذ الامه العربيه كلها تجي تنزل تطلع ماي برا الشارع، تجي تباوع ماكول المره كلها. شنو عمي الوضع ما جاي يتحمل؟ البصره جوعه سيارات يا اخي، نظموا شويه، خلي الفلكة لحد هذا، لحد هذا الاطار، خلي الفلكة تغيرني هذا، خلي شويه حركه تسير تتحرك. السيد مدير بلديه البصره من موقع عندنا، شو انت بالبدايه اللي بس بدتك مال عمل واستبشرنا به خيرا، قلنا راح تنظم المدينه والشوارع وتزغر الفلك، شو ماكو؟ وينك انت؟ لا موجود بالشارع، لا موجود بالاعلام، سويت الفلك كله مدينه البصره، سواء الفلكه هاي مال قنينه، سواء الفلكه مال بحريه، سواء الفلكه مال عروسه، والله وبالله ما هي الا حلقه زائده عليكم تغيير الفلك. راح اخذ لكم مجاهد من هاي الفلكة، شلون ماكولة أكل يفترض الفلكة تظل اللي هنا، لو تظل لحد هذا الممر تمين مصور لحد هذا الممر الفلكة من هنا وتروح، ها معقولة ماخذ الشارع ومعطلة الأمة العربية كلها؟ يعني تدري بالحلة شو يصير بالدوام هنا؟ عندكم موظفين؟ يعني تدري الناس ما تقدر تطب وتطلع؟ فشوية راعوا عرضوا الشوارع شوية، خلوا عندكم خبرة، جيبوا ناس اقتصاد سيارات، جيبوا دخل بالاقساط من الميناء، جيبوا دخل والشوارع على حطتها، ولا واحد فكر يقترح شلون يعرض الشوارع بالمستقبل. هاي الشوارع ما زمن نظام السابق، من كانت اكو دوله وسيطره نوعيه. نكمل ويا نفس الموضوع وننتقل هالمره من البصره، نروح الى محافظه النجف وبالتحديد الى قضاء المشخاب، اللي انتقد من خلاله او في داخله احد المواطنين، انتقد رداءة تبليط احد الطرق في قضاء المشخاب، وتساءل عن دور الجهات الرقابيه في ضبط المواد والمواصفات الفنيه للطرق اللي يراد انشائها، حيث يتم هدر الاموال الطائله على هاي المشاريع من دون اي نتيجه او من دون اي تحقيق اي نتيجه ايجابيه طبعا لهذا المشروع اولا وللمواطن، وهذه النقطه الاهم. خلونا نشوف ونسمع. مقام المشخاب والاستاذ مهند المهندس مهند سرحان الساعد الثاني، وراحت فيه شباب، يعني هذا التبليط صار له 4 أيام 5 أيام، يعني ما معقوله. هاي النوعيه اللي اشتغلتوا بيها، هاي النوعيه الرديئه، يعني تقول بهذه كل السيارات شويه المجارب عليه. هذا تبليط، هذا تبليط على سين، ماكو شيء تبليط. هاك شوف، هذا كله محفر صار له 4 أيام، هذا تبليط طريق عام بحيث الشارع كله محفر. شوف شلون صار هذا، هذا كله مال التبليط، ما حاطين حصوص، حاطين بحص وياه. اكو تبليط تبلط بحص، يعني
مشاهدينا نعرض التعليقات اللي وردت بشأن هذه المقاطع. أمل تقول فعلا صدقت، حتى الطريق الجديد مال يوسفية لا توجد فيه أي علامات للسواق، أكثر السواق تعاني من هذا الشيء ويخطئون دائما. عندنا حيدر يقول صدق المفروض يخلون علامات دالة، ليش هيك يدوخون الناس؟ طبعا هذا الحديث على خلو بعض المناطق وبعض الجسور وبعض الشوارع من العلامات المرورية الدالة. أبو مؤمل يقول بس لو أعرف قائم مقامية المسيب شنو دوره، دائرة المي والمجاري بالمسيب شنو عملهم، مديرية بلدية المسيب كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعليق من حيدر يقول أهم شيء خمط المليارات. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى فقرة صندوق الوارد. طبعا وردتنا هاي الرسالة من خلال منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون من رسائل. عندنا هاي الرسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة اللواء التاسع التابع لمنظمة بدر بقضاء الدور جبروا الناس للحضور بالمؤتمر الانتخابي، يقولوا لهم اللي ما يجي للمؤتمر وما ينتخب مرشحنا ما نخليه طب الجلام، مرشحهم هو المدعو نزار صالح أحمد حمادي الطعمة واسم الحركي نزار الزعيم، رقم القائمة 171 تسلسل 19 صلاح الدين تحالف الإطار. هاي مشكلة من المشاكل اللي يتم بها استغلال السلطة مشاهدين الكرام من قبل الإطار التنسيقي وميليشياته وأحزابه اللي ترعى الميليشيات، يحاولون شراء الذمم، يحاولون يضغطون على الناس يا بالترغيب يا بالترهيب، وهذه الوسيلة الثانية هي أكثر وسيلة يستخدموها، لأن الناس طفح كيلها وصلت إلى مرحلة وقناعة تامة بأن هذه الأحزاب مجموعة لصوص حرامية لا يستحقون البقاء بحكم العراق، ولذلك تلجأ هذه الأحزاب الآن إلى الترهيب، ترهيب الناس مثل ما تسوي منظمة بدر بمحافظة صلاح الدين حتى تجبر العالم أنه تروح تصوت مكرهة بس حتى يثبتون للناس أنه أكو مشاركة بهذه الانتخابات وأكو عندهم شرعية ومقبولية من الشارع. خلونا ننتقل إلى الفقرة الوراها مشاهدينا، فقرة الانفوغرافيك. طبعا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على استخدام الأحزاب السياسية للمال العام من أجل الدعايات الانتخابية للأحزاب وللأشخاص قبيل انتخابات مجالس المحافظات. هذه الأموال تظهر قبل الانتخابات ويتم توظيفها بالتأثير على العملية الانتخابية عن طريق شراء الأصوات أو السيطرة على الدعاية الإعلامية. خلونا نشوف. تحالف نبني قبل لا تفوزون بالانتخابات دمرتوها. أيام معدودة وأحزاب العملية السياسية على موعد مع عزوف شعبي عن انتخابات مجالس المحافظات في العراق وسط استغلال واضح للمال السياسي وتوظيفه لخدمة المرشحين عبر شراء الذمم وأصوات الناخبين دون حسيب أو رقيب. مرشح لا يثق بالناخب وناخب لا يثق بالمرشح، معادلة تصف حرب شراء الأصوات المستعرة بين المرشحين قبيل الانتخابات بإنفاق ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة بشكل كامل لمصالحهم الحزبية. اليوم وفينا بعهدنا ويا أخويا وحبيبي واني عمنون اني لابو سارة استغلال للنفوذ السياسي والميليشياوي أيضا والتمدد على المؤسسات الخدمية التنفيذية في رصف الطرق ووضع محولات كهرباء واستغلال النفوذ في استحصال رواتب دائرة الرعاية الاجتماعية بذريعة مساعدة العائلات الفقيرة، إلا أن الأمر في حقيقته عملية شراء أصوات. مطالبات شعبية بمنع استغلال موارد الدولة في الترويج الانتخابي وضرورة الإفصاح عن تمويل الأحزاب وفق القانون النافذ، إلا أن حكومة السودان تغض الطرف عمدا لصالح أحزابها وميليشياتها وضمان بقائهم في السلطة. ربعكم أهلكم ناسكم أصدقائكم تقدرون عليها، تريدون كارتات، هاي كارتات موجودة نوزع لكم مال المعطرات مال سياراتهم على مود من تطلعون أصدقائكم أهلكم ناسكم قرايبكم علقون بالسيارة هاي المعطرات، هسه نوزع لكم كارتات هاي موجودة وريد همتكم. سخرية واسعة
في الشارع العراقي من وعود المرشحين الذين يحترفون الظهور قبيل الانتخابات مقدمين خدماتهم باستعراضات إعلامية وقتية في ظل الدعوات المستمرة لمقاطعة الانتخابات بعد فشل مجالس المحافظات في تقديم الخدمات وانتشال المحافظات من واقعها المتردي خدمياً. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.